اكو ملح اكو هيلي اكو شبين اكو عجبني. مشاهدنا الكرام مرحبا بكم، سعيد بلقائي بكم في هذه الامسيه الرائعه يوم الخميس. يا هلا بالخميس، يحسكم اديان 100% يا سلام. عاودوا هالي عاودوا هالي عاودوا هالي اديان 100% كل خميس، كل خميس على الساعة 9 غير 10، لا لا غير 5، غير 5 بالك وتغلطوا، غير 5 بالك وتزابيو، كل خميس. إذا اليوم معي في هذا الحصة الكرونيكور بيان سور، أعطوا تحية لوسيلة. وسيلة مرحبا بك. مساء الخير حسن. وسيلة جبت معاها المشاور لا غريب مزيا قبل الحاله، ما جبتش معايا هكذا باش ما تعديلاش. تم الفيروس عندك، فيروس عندك، فيروس فيروس. مساء الخير حسن، مساء الخير كل مشاهدينا الكرام. انا حبيت نقول لك باللي انا بروفيسيونيل، انا مريضه بلا غريب وجيت نخدم الوغ لا كي سمعت بلي زانفيتي شكون، جيت هاك نجري خويا. وسيلة ربي يجيب لك شفاه، انتي دائما متالقه. نروحوا لي الهضاب ودائما متالق زرقان. واحد صافا زوكان مليح صافا، قولي على وسيله والله غاطري بها انت. اذا انا بكم اليوم مميز، هذا اليوم اللي كما تشاهدوا عندنا ضيوف، واش من الضيوف متالقه دائما جميله انيقه. اعطوني تحيه كبيره للفنانه اللي حاضره معنا اليوم. شكون اللي معنا؟ نسرين سلكيني. نسرين راكي متالقه، راكي حط الله يبارك. الله يسلمك، ميرسي بوكو. جو سوي تري تري كونتانت دتر بارمي فو اوجوردي. احنا تاني سعداء بلقائك معنا ومع وسيله وزرقان والفريق التقني اللي حضر معنا وكذلك الاعداد اللي دائما فرحان بالضيوف وضيوف تاع حصه ديال وش والبيبليك واللي فان تاعك راهم هنا بقوه. اذا الضيف اللي جا مع هذه المجموعه تاع اليوم، مع هذا الفريق تاع اليوم في اديان 100% ديزات قوي جدا، فنان شاب راه جاي بقوه ما حبش يحبس او غير حارق هكذا صادم ديريكت، ما عندوش لا منه ما يدير لا هكذا الموتور معهم ارمى كاع. فيصل ما تفرينيش للامام، فيصل المليون. هي فيصل خويا، واش راك؟ صافا الحمد لله بيان. شوف فيصل صافا الحمد لله زين القديمة. فيصل انت شبابي 100% والشباب تاع اليوم جاي يحبك وعطيت واحد الاغنية راهي. مرحبا بك في اديان 100% ديزات. الله يحفظك خويا حسن وميرسي وسيلة خويا بيان سور كاع تاعنا نسرين وكاع البلاطو تاعو كاع البلاطو تاعو.
وقبل ما نروح للضيف اللي راه حاضر معنا كذلك من طينة الكبار، نعم نروح للطينة الكبار اللي معنا ودائما متأغلب الشيشة حاطها هكذا ماشي بالعني دي جي ان فاي، فضل تحية كبيرة عليه. ميرسي حسن. حسن كاينة حاجة بصح قبيل كي قبل ما نبداو قلت له اطلق لي نانينا نانا، قال لي ما عنديش، كي طلق دخلت نسرين طلق لها نانينا نانا. ماشي كيف كيف، لا من بعد تفهموا على هذه ماشي كيف كيف. نسيتني الفنان اللي حاضر معنا اليوم تحية كبيرة لهذا الفنان، خليكم تعرفوه. ايا سيربريز، اتفضل معنا. جميلة يا جميل، وجدت فينا دخلناها بالنسرين طبعا كم بابا بابا يا يما يا يما، وما دخل ادخل خويا بهذيك الغنية وما داك جميل. خويا جميل مرحبا بك، شنو تشامع خويا بلاديا خويا، الدم تاعك يسخن، روح اشرب. جميل اسمح لنا بركة، اسمح لنا باسكو حسن اي غنية يشطح حشاوي يعني. اسمع حسن بسمع كوريغرافي كاع كلش خويا. شكرا لك. عملية القصف المباشر دقيقة قصفني من الشاوية مباشرة. حسن أنا حرت في اللي كانوا زغرتو عبك باللي الغنية صنارية نفور هفك مع الزغريت. لا لا دقيقة دقيقة دقيقة، لا لا الزغريت خويا احنا رانا في أصولنا من المغاربية وندي امتدة إفريقية وزغريت إفريقي خويا. أيا زغريتها 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 وتم الرد على القصف بطريقه جميله. طولتوا لعلمكم رايحين نحزموا لعلمكم. نعم لعلمكم باللي انا ثاني كنت نزغرت معاهم. جميل مرحبا بك.
مرحبا بك خويا غزال. السلام عليكم، ميرسي بور لانفيتاسيون. فرانشمون صافي بليزير داتر دون اون ايكيب سوبر ADN DZ هاشتاغ 100%. السلام عليكم، صافا سينو؟ انا عجبتني هاشتاغ، عجبتني هاشتاغ خالتي. حنا فرحانين بوجودكم معنا، سعداء لانه فريق العمل والاعداد او فرحان بوجود هاد الوجوه الشابه اللي تضرب قصافات. يا سلام سورتو هذا كرون جوار خويا العزيز. نعطيكم مشاهدنا الكرام، عندنا اللاعب كريستيانو رونالدو حبس دير كارير تاعك، عندنا كرون جوار معنا اليوم اللي هو فيصل مينيو، كذلك لاعبه مختصه في رياضه كرة السلة. نعم صح، واش راني نقول؟ صح كرة السلة. نعتذر عن الانقطاع. رياضي رياضي رياضي. لا الرياضة الشعرية الشعرية. إذا نذكركم فقط أنا ثلث مراحل والمرحلة الأخيرة. قطع حسن شخصية جميل، معليش. نعم تفضل. شعرك دخلت ويقرا ولا مزيان؟ شي كيف زعما باش ريبونديرو بطريقه يعني نعم دبلوماسيه. هو يعني في عمره 10 سنين يقرا مام اللغه الفرنسيه شايف. اذا المشاهدين الكرام نقولكم فقط ان موضوع تاع اليوم ربما شفتوا هذا النبولات والقلوب، عرفتوا الموضوع اللي هو انا غنيت في الدخله عطيت لهم انتيا الدخله اللي هو الحب. الحب والجزائري غير تقول له الحب يحشم صح؟ كاينه تقدر انت تقول نحبك ما تقدرش تجيك طايحه. كيفاش تجي؟ تجيك طايحه. علاش تجي طايحه؟ ولكن ان كلمه تعملك تخليك ترتاح كي تقول واحد نحبك. حبه مولودي. الله الله الله. احنا نحبوا كل فرق الجزائريه وانت على بالي واش تحب. اذا خويا جميل عندنا ثلاث مراحل دوك هذيك واعرين. تفكركم في السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه في هذه المرحله. هذا ابتدائي. ومن بعدك المتوسط، ماك الثانوي، من بعدك عندك جينيرال تديها كاع الجامعه. اوكي؟ المرحله الاولى جينجل شادي مادي. إذن في هذه المرحلة راح تكون عندكم شادي مادي. نعم سرقت لي الطباشير ديالي. منين؟ ها هو الكرة ما عطيتوليش. أتسنى نهضر مع مديرة الأخبار. سرقتو. الطباشير كبير وفي الطباشير. بداوا المشاغبين في القسم. بداوا يعني ميدون. حسن هذه تعكس كسلة. وهذاك العكس هذاك تعبك. معليش يا خو. ندير هذاك هكذا هنايا. كما كنا نقولوا اول مره في ناديان دار الحدود والله. اذا اليوم معنا، اليوم راكم باش نعطيكم راكم فريق واحد لانه عندكم تحت جوكر. خلاص 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 تصالح. يا سلام تصالح. عندنا معنا جميل جميل جميل. عندنا نسرين يا جميلة. معليش تكتب زدلدل مليح. اوه وابريجي وابريجي وكاع كلش خويا. تبها كاع الحومه زدلدل ديريكت. ومعنا بيان سور يا يما فيصل. كما كتبلوش فيصل فيصل شو فيصل كتبتها لك خو على الامريكان توقيت محلي الجزائر العاصمه والجواهر من المدن. وجوكر خوتي باش نفهمكم الجوكر اللي تحتكم تماتيك. لو كان تجيبوا كل الاسئله في المرحله الاولى تربحوا جوكر، وهذا الجوكر تلقاوه زمان عقوبه. اذا شكون راح يباسي معنا للمرحله الثانيه؟ يا سلام. السؤال الاول يقول الحب في الجزائر موجود او غير موجود؟ بروبليم. سلام. 10 ثواني. يلا 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 انتهى الوقت. ارفعوا الالواح. قلتوا موجود، راح نشوفوا معا النسبة عبر الوطن. برافو. إذا 60% موجود و 40% غير موجود. خوتي باختصار شديد موجود؟ قلتوا موجود، كيفاش موجود؟ عشتوا ولا كاين تحس بلي كاين حب؟ تفضل أستاذ. الحب في الجزائر كان بكل الطرق. بالطريقه ال نعطيها لك انا حسن. دقيقه 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 واحد عادي. كمل كمل. ما تحشمش واحد بلا طريقه بالعربي يقولوا دوس رومانسيه. رومانسيه وكاين طريقه نارسيسيه وكاين طريقه
الفيولنت الحب الفيولنت كيفاش نقولوا بالعربيه المتعصب الحب العنف العنف الحب العنفي باسكو حنايا لي صاجيريا كي وحده زعما تدخل نحبها تقول نحبها تخرج هنايا بال العروق لا العروق الحب للوالد يخرج فوالا واللي حنا في الجزائر على بالك وين يبان الحب غير في لي زيفينمون وين ليكيب ناسيونال ربحت الجزائريان دا كوب دا اون ميداي دو نحبوه فوالا شفتك خشوعا عندما سمعت حبا ما والو جامي حبيت في حياتي كان دوك حب بالك كي قلت المول ديال نحبها يما نحبها صح حب تاع احنا نحكوا عليه في حب تاع فتاة هكذا لا لا نحكوا على الحب حب جينيرال حب لا لا نحبه انا بيان سور نحب انا تاو نحبك يا انا جبتني فتاة تاع بعدين فتاة تروح واش حبيت تعرف الحب انا موجود قلتي موجود نهضر على روحي اي بيان سور تعرف موجود الحب مادام نسرين حبت يعني الحب موجود اها اها ومن حب نسرين الى السؤال التالي يلا في الجزائر اللي يحب اكثر الرجال ولا النساء او المراه يعني الرجل او المراه النساء ولا الرجال 10 ثواني رفعونا الألواح واو واو راح نشوفوا النسبة هو قال رقم واحد ثم في زوج قلتوا اثنين زائد هذيك مال بنشال بلوس بلوس روحوا 70% المرأة والإجابة صحيحة لنسرين وكذلك فيصل و 30% الرجل لا تلعب عندها اذا ما انت على بالك باللي احنا بصح هي بيت شنو باوزي يا سلام يا سلام الحقيقه نعم نفهمك يا اخو هي الزلزل يلا شتيك علاش الرجال يحبوه نعم النساء عندهم الجراه هذيك تاع تبعث ميساج ولا تقول لواحد نحبك وكذا مي الجزائريين الرجال ما عندهمش الجراه يقولوها زعما هكذايا شغل ليبر مي سيكسبريم با دونك بتاتر اي بوف سيكسبريمي اوترومون مي يبعثوا في لي ميساج راك شايف تقدر دير انا بور موا جاب لي ربي نساء وما اللي يحبوه بزاف باسكو ما باليش انا اللي مع فيصل جاب لي فيصل زعما ندرسوا شخصيه تاع فيصل شغل دوك نفهمك دوك نفهمك وكيما انا كيما قال جامع فاهم شغل زعما بوغ اكزومبل ما نقدرش نقول لواحد زعما نحبك نديك لارينا ما تبينهاش الحب تاعك شغل لازم نجريها ما نقدرش نقولها انا معلومة خطيرة لكن يجيني طايحة يا مزوج على خير على خير ان شاء الله باك يتم بصح المرأة توجور ديكلاري زعما تقول سي سا سكو جو فولي دير المرأة سي فري ديكلاري مي الراجل ما يديكلاريش الراجل ما يديكلاريش بصح في القلب في القلب سا سبو كيما قال لك سا سبو ينجي مرة عند الجزائر الحب طابو كبير ما تقدرش كاين اسمع شوف دوك نفهمك دوك نفهمك كاين حب كاين حب كاين دي كيفاش يقول لك دي ديكلاراسيون دامور سي فاسيل افير يعني تنجم تقول اي واحد نحبك تشوفو بصح لي بروف دامور هما الواعرين باش تبروفي لهذاك الانسان باللي تحبو يا سلام يا سلام يا سلام السؤال الثالث يقول شكون الجزائري يحب اكثر مرتو ولا يماه يا سلام قوة ابتداء انطلق يا سلام يا سلام يا سلام يا يما يا يما يا يما المفاجآت بالقوة ينتهي الوقت رفعتي إذن أنا شفت أنا شفت زوج قالوا اثنين واحدة قالت واحد راح نشوفه راح نشوفه النتيجة عبر الوطن وشيكو 81% يما هو هكذا و 19% مرتي انا كنت متيقنه باللي راح يخرج في الفوت يخرج واحد النسبه الكبيره راح تكون يما بصح الواقع اللي رانا عايشينه يقول لك نحب يما اكثر من مرتي لا لا كيدير مرتو لا يحب مرتو اكثر من يما ممكن ممكن هذا راي ونحترموه ممكن فيصل يما انا يا كاش كيفاش يا لسه بوزيسيون الاخرى كاش كاع متى تهضر يما ما كانش كاش كاع كيفاش نحيها كاع بيك تسع لا ميم كي قالها كي قالها قالها في كرشه و وانت على بالي حسب ما عندي معلومه انه تحب جداك اكثر صح كيف على بالك
يا خويا هي اللي رباتني يا الله تحبها اكثر هي يما شغل اختي وجداتي شغل يما هي سي نورمال مربي مربي عند جداتي انا قلت الحاجه يحبك اكثر يماه انت اختو معاك بلاصه نو سي بو المشاهدين الكرام نروحوا الى الشارع الجزائري واش قالنا على الحب مع زرقان الى حب الحقيقي داعش يا حبيبي الحب الحقيقي داعش يا حبيبي صاحبي عندنا سؤال يقول الحب في الجزائر موجود ولا غير موجود كاين اكزيست يا خو تحب انت نحب مرتي ونحب يما الحب هذا الحب خو عيب عنا احنا شوف مشاهدين كرام هذولا ما يشوفوا فيك الحب نقول لك في الجزائر الحب كاين بالكثره تحب ولا ما تحب الجزائر خويا ما اكزيستيش حب هذا اكبر من اكبر من الدستور ابار الوالدين ما كانوا والو كانوا والو اخو كلش فستي هو الحب هذا اللي يحب وطنه يحب والديه انا ما نعرفش الحب نعرف النضال لا كلش فالسو اخو شكرا يعطيك الصحه ميرسي شكرا الحب الحقيقي معيش يا حبيبي إذا نروحوا الآن إلى التحدي نسرين تفضلي معنا نسرين سرقيني سمعينا صوتك يا سعدك يا الطرش شوفي هاد الاغنيه راح تشوفيها لنا معنا إيه؟ اسمعيها مليح وشوفيها مليح وكي تدخل ودنك مليح تروح لقلبك وغنيها لنا باحساسك ما نغنيهاش باحساس هذه ماشي تقدرش تغنيها تحيه للنصر ولا راه في ويات تحدي ملكيه شوف سي ما جينيراسيون انا لا جينيراسيون تاعي كنا نتبعو حسني انصرو انصرو بعض الفنانين كانوا كما مامي خالد اكزاكتو مي كنت انايا فتحي لها والله يرحمه كذلك انت يا دواق وانت حبيبنا وانت اخونا انت في العصر هذا ديتنا كاع الليجان قاعد بنتي الله يبارك ربي يحفظك انت جينا سجدة ونحيوك ونحبوك الان صوتك الجميل شوفي الكتيبه اللي مكتوبه عليها وقرأ لنا بالصوت واحسد واحد اللي علي نديرك امور صافي بليزير من القف نسرين إلى لابيوم جبوش إدراع ترجمة
دائما معنا ضيوفنا حاضرين معنا رياضيا 100% ايه دائما ميديا فرحانه بكم يا شبيبه تاعنا. يا سلام عليكم اكو هايلين دائما دائما معنا هذه المتالقه اللي فرحانه اليوم ابتسامه ولكن مشاور درت لهم حاله. اذا مشاهدينا الكرام في المرحله الاولى فريق اللي حاضر معنا بقوه كلهم حب كله يا سلام اناقه جمال كل شيء موجود اليوم عافاكم كي يكون الحب يكون كلش. انا هدايا لو قعدت لهنا نعطيكم 14 ثانيه ربحتوها في المرحله الاولى. يا سلام برافو عليكم قهوه في زمان عقوبه في هذه المرحله راكم هايلين. يلا نروحوا المرحله الثانيه كون جديد عقليه ديزاين. اذا في هذه المرحله سؤال يقول لك واش دين فيصل لك هايل. يا سلام فيصل بيان فيصل رائع. من مش رائع؟ انا خفت خفت نسيني ندير لك انا. اذا السؤال يقول بواش جزائري ولا جزائريه يعبر على حبه ومشاعره؟ واحد بالورود بالعنف ولا بالفليكسي؟ يا الله 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني يلا انت 10 ثواني طولني رفعوا الارواح. اذا كلكم قلتوا بالعنف راح نشوفوا النسبه عبر الوطن وش يقولون بالعنف. اذا بالعنف والاجابه صحيحه 42% بالفليكسي ب 30% 21% بالورد. فليكسي جاب لي بكيت ثلاثة نو على بالك بالعنف. يلا زركان يلا على بالك العنف باسكو من بدات اللي ضربك حبك تما يعطيك طريحة يدخلك سبيطار ومن بعد يقول لك اللي ضربك حبك. خذ الراي اللي يبكيك ما تاخذش الراي اللي يضحكك. الله صفقوا عليه صفقوا عليه صفقوا ديتي العنف علاش العنف صفق معاها ديك المرأة قالوا لك الجنس العاطفي دائما يعبر بواحد الطريقة لطيفة وجميلة. نحبك يا سلام يا سلام. أنا كلمة حب حرف زوج حروف تقدر تقلبيها تولي بح معناتها سا ديبون جميل. الحب هو ديجا لا باز يعني سي كيما قلنا مغبي الرومانسية ولا لا دوسور وكذا مي كوم الجيريان واش كنا نقولوا ثاني ما يخرجش ولا ما دوك نهار تخرج نهار تخرج شغل تطرطق كيفاش قال هذا زعما مثلا كيفاش قال هذا ما كان حتى واحد. انا مبكري نموت عليك إماد ما عليهاش بيان سير اويكلو واحد اويكلو بيان سير ويحشو كشود. اذا كيف السؤال الثاني يقول اك واش دين فيصل بكل دقه ودقدقه. يا سلام كيفاش يولي الجزائري ولا الجزائريه كيكون في حاله حب مستيكي يعترف باللي يحبها ولا يشين ويمرض لاليمين؟ شلوى على يشين ويمرض لاليمين؟ رفعوا الالواح. واحد 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 شوفوا الناس تيجي عبر الوطن. اذا مستيكي 45% يهترف باللي يحبها 30% يشين ويمرض 25%. راكو عاجبيني على بالك راكو عاجبيني بقوه. كيفاش يكون ان فايف في حاله حب؟ انت شومر حسن يعني كيفاش كيفاش شو تخمم بزاف تعشق تولي تصرف الفليكسي هادو قاعد داخلين في الحب. سمع هادو مقبلات الحب بصح سا ديبونش من الحب كيما انا الحب خدمتي بزاف. وثاني على مالك خدمتك برك خدمتي وسي ار بي نو ام فايف انا على بالي سي ار بي كلاشي تو اسمه فيصل سي ار بي ان شاء الله ما تحبطوش هذا العام ان شاء الله يا ربي. اذا كاين لاسونسور قال لك كاين لاسانسور ما محل القبار انا في النزيعات يا غلطان انا فاميليا. انتم بدو واحد العزاء يعطونها دوكا
جميل أنت. اسمع المسمى. الله يهديك. كيف فت الجوكر؟ على بالي جوكر هذا. قلت لك قبيلات تربحوه كي تجيبوا الإجابات صحيحة، والآن أنتم ما جبتوا زوج زوج زوج، معناتها كل فريقكم فارق. عندكم 12 نقطة. صح. عندهم 12 نقطة. 12 النقطة جبتوها. يعني 12 عفوا ماشي النقطة، عندكم 6 نقاط و6 نقاط نضربوهم في 2 عندكم 12 ثانية. برافو عليكم. إذن نطلب الآن من الجميل، عندنا جميل وعندنا الأجمل. أجمل أعطوني تحية كبيرة البيلو. حتى ولت مشار يا لوكان قعدت لي في الهدية وصوفي مونر وش داني العشرة تصل قبريل قبريل شو زي فين مدتي فيها عدني سوال حيرو وعلى انا ما حسبتي ما يخلصوناش يا خويا عمر خليك مرسول مرسول الحب نسيتي وانتي علينا احنا مرسول احنا مرسول احنا مرسول بيلو مرسول بيلو يقول نسرين افتحي الرساله وشوفي الكاميرا وقراينا رساله حب هذه ها قراينا وشوفي واش كتبوا لك اقراي اقراي بصوت باش يسمعوك يلا إنها تتمتع بالصوت. تخيلي زوجك الله يرحمه راهو يشوف فيك قبلي الكاميرا وأقنعيه باللي رايحة تحبسي العادة السيئة اللي عندك وما كانش يحبها. الآن في هذه اللحظة مشاهدنا الكرام نسرين تعودوا إلى زمن وراحي هنا الكاميرا امامك وقولي هالو نقول لك ايموشن نقول لك يا حسن العزيز باللي من اليوم هذيك الحاجه اللي انت ما تحبهاش ماشي من اليوم انا نحيتها خلاص نحبك نموت عليك تقدري هذاك تخبي سوفينير بيان سور لانه سؤال جميل وفكرت في المرحوم الله يرحمه ما نسيتوش انا المرحوم ابدا في قلبي وراني عايشه به لي سوفينير تاعو راني عايشه بهم حب نعرفه اكبر سوفينير هو زهية بنتي الله يبارك يعني الله يبارك عنوان هذه الصوره حياه نسرين حياة نسرين قولي لها كلمة هاد نسرين والزوج ديالك في هاد اللحظة قولي لها ليها هي موجودة في البيت قولي لها بنتي اه زاو زاو زاهية نقولها نحبك توي لو فروي دو نوتر امور انا وحسن الله يرحمه انا وطونبيغ ونقول لك ونوعدك باللي تعيشي وتتربي كيما كان حبابك يعيشك ويربيك فيصل افتح الرسالة يا فيصل وش كاين في الرسالة بصوت مرتفع بصوت وبطريقة بوطي يلا بطريقة البوطي يلا نقرا اقرا روبوتيك بمناسبة عيد الحب لي من تقول نحبك ونموت عليك دير لنا اون ديكلاراسيون دامور على المباشر قولها للوالدين تفضل بابا ويما الاسماء تاعهم ممكن سعيد وليلى ليلى والجدة والجدة بيان سور وجدي الله يرحمه اللي توفى غير الكاميرا هاي الكاميرا خويا العزيز قولها بصوت تاعك الحنين اللي يحبوه الملايين
كلها لجدك والاب تاعك. نفوت في اللي رباتني في جداتي مالك، نقول لك نحبك بزاف بزاف، وكما نقول لك ديما في قلبي ما غيري ماشي نجي نشوفك بزاف لا غالب بالخدمه وكاع، مي ديما في قلبي وديما خمم فيك. جدي سورته الله يرحمه اللي بكيت عليه بزاف نهار توفى، وبابا ويما بيان سور ميرسي بوكو كاع واش درتو لي وربيتوني احسن تربيه وخرجتوني راجل نحبكم. جميل جميل ديركت جميل دخلتوني مع الخ تحت الضرب وقرنا بصوت مرتفع. السؤال والاجابه عندك الكاميرا يلا. ما ديروا لهم ليموسيون ديروا لي دقيقه حصريا على نوميديا تي في من ناحيه حصريا على نوميديا تي في راح يهدي لنا وتحيه كبيره من الجمهور. وين راح يهدي لكم هذا يا اخي هيك طبعا على راسي راح يهدي لنا يهدي لك حسن شعروره شعروره الله من الشعوري بيلو اديها متحف نوميديا بيلو اديها متحف نوميديا على 100 سنة نخرجها ونبيعها 500 مليار دولار يلا. أنا نبكي على 20 مليون اللي مديتهم شو عطيتكم لكم باطل. عندنا مفاجأة مشاهدنا الكرام حصريا على قناتكم نوميديا تي في اديان 100% حصريا وقعيا كل شيء مفاجأة. أسمع حد منهم يضحك بدون عقدة بدون عقدة بدون عقدة يلا يلا ساتيغرا ساتيغرا يلا. في الألبوم ديالي درت اون شونسون تهضر على الحب فريمون شغل رومانتيك وتخرج اليوم إن شاء الله أون 14 فيفريي في عيد الحب. سي اون أدابتاسيون تاع اون فيي شونسون ألجيريان اسمها أنتي مهنية. أوكي نجيب لكم مقطع. قولوا الغزالي تايها روفي روفي لاش دلجفاع في الخليل ملك على الرصام جبلة يا شغلة عيون غوتي تفضيلة طبيب ناس الغرام اش يداوي عقلي واش يداوي جسمي العليل هذه المحنة الهايلة تقلي وصار بالفضح فيلة قال لي عندك يا عشيق شرب كيسان من البها نخمر التكليل قطع الشفال مع السلا واستنشق من خدود ورود حتينا ويا خويا جميل من صوتك الجميل نروحوا الى الشارع الجزائري. السؤال تاعنا يقول بواش يعبر الجزائري على حبه ومشاعره؟ اسكو بالاشارات ولا بالورود ولا بالضرب؟ انا ما ماشي مع داك الجو اللي نعبر. الحب تاع الجزائر شغل هو على كل حال الكومبلي ديالو جوس ماسنجر يا غير بلوكي ولا يبعثوا قلوب. هذا اش كاين في الحب في الجزائر؟ تعرف تعبير الحب عند الجزائري كما يقولوا تقليد من التقاليد. جامي حبيت انا يا. جامي انا طفله تعجبني ماشي نحبها. يعبر بالكلمات ولي كادو تجيب لها هديه. انا طفله جامي خلص لها فطانه يما انا كل ما ندخل ولا نخرج نبوس لها راسها نعنقها. كاين الحب اللي ما يبانش بالقلب. يعطيك صحه شكرا ليك وبارك الله فيك على الكلام اللذيذ.
تحدي زير وود. نطلب من نسرين وجميل يجون لهنا لهذا التحدي وراح يلا هاي. شوفوا معنا راح تشوفوا معنا هذا المقطع من واحد الفيلم في غير ستوري بركه وانت الان ستوري لاف ستوري يس. شوف اللي هي واعطونا على الطريقه الجزائريه كيفاش تحبوا على طريقه لاف ستوري يس. يلا معليش ما سمعتش مع الاول واش قالت واش قالت خرجيك شي حاجه من راسك هذا ما كان اسمعي نظر معاك عشاك تفكر فيا ولا شوفي انا كاين كاين نفسه عشاك فنحب نهضر عليك وتبداي تطاربي ليك الحنشه فهمتي شغل دوك هكذا فهميني علاش جامي هضرتي لي على تونكس علاش على بالي بلي كاينه نفسه على بالي هي باش نقول لك ما كانش كاينه حاجه انا كدابه اه لا لا حاب تسمعك واجد باش تسمع بون أنا شوفي ماشي ماشي غير راني واجد على بالي بلي كاينه نفسها تسمع خلاص اسكت يعني نويت نحكي لك اسكت هذه شوفي اسكت راه ما روحي معليش هو صح على بالك كان كاين واحد في حياتي كنت نحبه نموت عليه نموت يعني نقول ني نكذب ثاني انت كذبي شنو قال لك بلي نهضر صح صح كنت نحبه بصح انا كي شفتك انت خلاص جا بروميير مونتاج بعد عليه أنا جمع فعلا؟ هو كان فرطاس هو كان فرطاس؟ أنت عندك شعر أنا عندي بزاف شعر أنا قريت الزمان عقوبة قلت نحن نتفرطس هنا كاين زيدي فعلينا زامي كنت داير في بالي شحال راح يقول لي طريق شباك زعك برافو 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 يعطيكم الصحة جميل ونسرين بقاو معنا بقاو معنا لأنه في هذا الوقت لحقت وسيلة نسرين سرقيني مرحبا بك يقولوا باللي المخرجة المسرحية فوزية أيت الحاج شوفي معنا الصورة هي السبب تاعك في التمثيل وي هي اللي اكتشفتني وهي اللي ما لانسي وهي اللي حلتني البيبان وهي ما في كونفيونس ونشكرها نشكرها نشكرها بزاف وخيرها راهو فوق راسي السؤال الثاني يقولوا باللي نسرين سرقيني فوتوكوبي تاع الممثله اللبنانيه نادين راسي سي تاجير فوتوكوبي فاش تشبهي لها اليك الصوره معليش يشبه لها انا كنت حال نتواضع ونقول معليش يشبه لها بكي قال لك نقدروا نفوتيو باللوحه هذه فوتوي وي بصح شكون اللي قال هذه خرجتوا للشارع درتوا هاد الصالدات الناس اللي راهي تقول لي فان تاوعك والناس علي بال ما فهمت الناس الناس تحب الناس لا لا الناس وقلب واش معناتها معناتها لا يس يس واش تقدري تقولي نقول باللي صح كاين شبيه من واحد كاين شبيه وي وحكموك اللي جا من قبل اللي حكموني خواتاتي هما الاولين في الدار سي نورمال اللي عايشين معاك وي في الاختي وياسمين هما اللي قالوا لي تشبهينا دينا راسي صح احنا في الجزائر عندنا نسرين سرقيني وحده وتقعد على راسنا وعيننا يا الله ما
ميرسي حبيبتي يعطيك الصحة. شكرا. جميل غولي مرحبا بك. هاك داير حالة اخويا. انت قلتي لها نسرين كذا جبتيها بها ولا جميل غولي؟ شنو يستنى فيك؟ شوفي تقدري تقولي واش بان كلش ماشي الكوجا كبر. لا لا ماشي الكوجا كبر. يلا هيا اخويا شكون اللي يغني مليح؟ انت ولا اخوك تيموح؟ تيموح. بكل روح رياضيه. ماشي كل روح. انا شوي البرومي فان دو مون فرير اي جيساي توجور نسي جو لو بوس بور فير فير دو لا ميوزيك بور لا بارطاجي. ما هو لا ميوزيك يديرها سي دلاندر جراوند يغنيها روحو لصحابو في قعدات ما يحبش يفو با بارطاجي. دونك انا بكري موراه موراه لازم تغني لازم يفوك تو فاس دي بارطاجي لار ديالك. الا اون سونسيبيليتي في لا فوا ديالو الي اكستراوردينار. انا ديجا بور دير لالبوم ديالي زدلدل او لالبوم يا يما او خرج لالبوم. خلي تما دون شفيت. خلي لالبوم تاعك راه هنا اليوم. دونك في الالبوم ديالي الا عاوني بزاف افيك لي زيدي ديالو افيك سا ديريكسيون ارتستيك وكذا. دونك انا جي 5 ans plus que lui mais هو الا شي با كومبيان داني في لو طالون في لا فوا. Et la voix d'Yalou, elle est super sensible. Balak man parce que خويا اللي راني بزيد عليها شويه مي pour être vraiment non, في الحقيقه لا ماك تزيد عليها خويا. اون بليس نحبو بزاف خويا. خويا شكون الاغنيه اللي تقدر تعاودها من الاغاني الصوفيه؟ يا بنيت العجون يا صوفيا ويا بنيت العرجون رد عليا يا كحلة الزين يا صوفيا. وانا صوفي وقدا في خاطر كاع السوافا معليش تحية كبيرة للسوافا. لكن حبيت تغنيها لنا ولو جوج كلمات هذوك عطاهم بالطريقة تاعك وتغنيها لنا. صحة يلا. يا خو واحد يضحك بدون سبب منا غير شوفونا معاه. عيشيان روح. جميل يعني دوك ندبر. يلا سامي خويا. يا بنيت العرجون يا صوفيا ويا بنيت العرجون ردي عليا يا بنيت يا كحلة الزين يا صوفيا يا بنيت العرجون ردي عليا. اسمع يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك. سلمك. هذا شرف عظيم تكون معنا. تعيشي شرف ليا هذا شرف ليا. فيصل المينيون خويا وليد حومتي ومولوديا كاع كيف كيف. مرحبا بك. هاي العنصرية شفت؟ هاي العنصرية جات. أنا جات. لا لا احنا مشينا احنا تمشينا في الدم مولوديا. فيصل شكون اخر واحد قلل من قدرك وما عرفلكش قيمتك؟ اخر واحد اون شان تيليفزيون الجيريان. ايه بلا ما نذكروا اسمه. اوكي هذا ما كان. واش داروا لك؟ بان عرضوني في ايميسيون بعد بون دو فوا هما يديروا لي في صوالح ماشي مليح. اون فوا نهار ماتوا شهداء تاع طائره تاع بوفارك الله يرحمهم. انا داروا شو الاخبار كانوا يهضروا لا شي با قالوا باللي فيصل مينيون كي ماتوا هذوك الناس الله يرحمهم شهداء
هضروا بلا ما عندهم حاجه رسميه، ما عندهم فيديو، ما عندهم والو. هضروا بزاف على الفنانين كيوصلوا ليا ما عندهم حتى خبر، يعني داروا برك هكذا برك ما فهمتش علاش. قالك بلي فيصل مينيو نهار ماتوا هذوك الشهداء كان داير لايف ودار الغنى ويشطح ويرتاح وكذا، وكي قالوا له قالوا له زعما الشهداء راهم ميتين وانت راك دير في هذا الشيء زعما كونكو، انا قلت لهم هما ماتوا وانا واش دخلني، انا اللي قتلتهم. الوغ سي با فغي، وهاد العفسه قاستني بزاف باسكو انا جامي ندير على ولاد بلادي كيما هكا. يعطيك الصحة. كي تكون في حالة حب تقيم روحك على اللي تحبها ولا تتبع قلبك؟ ما فهمتش السؤال. كي تكون في حالة حب تخمم بمخك ولا تتبع قلبك؟ صافيك بمخك. كل شيء بمخي انا، ما يأثرش فيك الحب. ماشي غير الحب، اي حاجة نطلع على حسابها. ديجا ما في الدار يقولوا لي انت موسوس بزاف، شغل قبل ما ندير حاجه نبدا بصح لو كان كذا بصح شغل توجور ندير لي كونسيكونس. نقرا حساباتك. نقرا حساباتي. فيصل يعطيك الصحه اخويا، بارك الله وفيك، ربي يحفظك. والان ضيوفنا الكرام، اربط الخط مع زميلي حسن، تفضل حسن. شكرا وسيلة. لا فيصل تأثير كبير فيكم في ثلاثة، واتسوفني حي واتسوف كذلك الناس برج ملايين نحبوهم كذلك، والناس العاصمة والناس كاع الجزائر 48 ولاية كاع نحبوكم، ولكن لازم علينا نروحوا نجيبوا شوية تعرف لابيب تعرف تعرف. انا قبل ما نبدا المرحله الثالثه، قبل هذه المرحله حبيت برك نرجع لفيصل. الان فيصل راح يغني بالامازيغيه. جامي سمعتوا فيصل يغني بالامازيغيه؟ يلا فيصل وكتغنوا معنا. ها يا فيصل خويا، يلا فيصل. أرواح أرواح الزور الوالي، الزور الوالي والشيخ حداد. أرواح أرواح الزور الوالي، الزور الوالي والشيخ حداد. أيوا كيف راح تجينا وين يلاه؟ افوس افوس افوس. إذا المرحلة، شكرا لك فيصل. ولي أول مرة، أول مرة يغني بقبالي اليوم أنا في بلاطو أديان اليوم، راهي غير غير تحديات خويا. شكي كيفاش تطبل منا؟ إيه والله راه كنطبل في الريتم وكاع فولكلور. صح أخويا العزيز، هكذا قول قول خدايم دي زاد. خدايم دي زاد. إذا خدايم دي زاد المرحلة الثالثة، راح نشوفكم الآن إلى تزيدوا تجيبوا واحد آخر كما هذا الشباب ولا لا؟ لا جوكر جوكر. السؤال الأول يقول واش هما الأماكن اللي يقدر للشاب ولا الشابة الجزائرية يبين فيهم إحساسه ومشاعره؟ في مواقع التواصل الاجتماعي، في الجامعات، في التروليات ولا في الزنقة؟ التروليات. يا سلام يا سلام، هنشوفوا الآن. هاكو خلاص، ارفعوا الألواح. إذا قلت كلكم في المواقع التواصل الاجتماعي، احنا نشوفوا النتيجة مع عبر الوطن. يلا. إذا المشاهدين الكرام في المواقع التواصل الاجتماعي، والإجابة صحيحة 45%، في الجامعات 90%، في الزنقة 18% و 7% في التروليات. ما كاينش تروليات. نقطة. كاع يحبوا التواصل الاجتماعي باسكو كثركم كثركم القلوب كل انواع. ما يبانوش ماشي. نعم مواقع التواصل الاجتماعي ما يبانوش، يكتب واش يحب ما يبانوش. خبيين ما يقدرش. لا لا ما لو ماركيت زعما واحد زعما يكون يخرج مع صاحبته ولا وحده ولا كيف كيف،
بعد زعما نقولوا دبزوا ولا حبسوا ولا تلقاه هو داير في بليكاسيون وهي دايره في بليكاسيون حرب وي معني عليها زعما 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 بار اكزوم زعما هو يقول لها زعما انتم تحبوا الماده وما تحبوش الرجال وهي زعما تكتب ديالي من هيك ما يحبوش الفحلات تطرطير بالحاج بيديها تحبوا الشباب وحتى في التواصل جا شعراء ايوه كوبي كولي اذا ما شافكش واحد يكتب حاجه يكوبيها يقولي هذا جميل التواصل الاجتماعي انا يعجبوني سيرتو لي هي ديجا ماشي دايره التصويره ديالها دايره سوا تاع قطه ولا تاع كلشي سولاي تقولك عجبتيني قالتلك انفيتاسيون وتبعتلك وتقولك يعني حابه نهضر معاك ولا ولا زعما نحبك ولا تعجبني ولا دوك كيفاش لازم تقول لها باللي فوالا لازم باش تعجبيني ولا تحبيني لازم نشوفك انا ثاني لازم باش تشوفها لازم تقبل ها هو المشكل والراحه وعلى هذا نروحوا السؤال الثاني وعلى هذا نروحوا السؤال الثاني السؤال الثاني يقول وشنو هما مفردات الغزل الجزائري؟ واحد هاد الغزال مخطوب ولا يستنى في المكتوب؟ قلبي وقلبك عند البوشي معلقين على جالك نهبل نطلطق نبيع الحانوت كحل عيونك نظريات والشيعة في البنات لا 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 يلا يلا هاد الغزال مخطوب ولا يستنى في المكتوب؟ واحد قلبي وقلبك عند البوشي معلقين على جالك نهبل نطلطق يلا انتهى الوقت يلا انتهى الوقت كوبيات عليا هذوك حنا اغزيمي لا كوبيات عليا شنو هي اذا معنا المباشر نسرين كوبي على ولا كوبيات جام جام اليوم راهو بقوه والله راح نشوفوا النتيجه عبر الوطن يلا والله انا مقتنعه عبر الوطن عبر الوطن قولوا نتيجه عبر الوطن قلبي يقول لك اذا 45 هذا الغزال مكتوب ولا تسلم 45% قلبي وقلبك عند البوشي على قيد 17% على جالك نهبل نطرطق نبيع الحانوت و10% كحل عيونك نظريات وشيعة بين البنات إذن برافو 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 عندكم جوكر ثانية أول مرة جوكر ماشي ثانية ولأول مرة في التاريخ القديم منذ بداية هذا الموسم الثاني جوكر زوج جوكر يا سلام يا سلام عليكم كي نربحوا يا أخي جيت روز جوكر عندي نقولوا لا بروشان فو توما نقول لكم حاجة لو ميديا تيفي في كل في يعني كل حصص تاعها مرحبا بكم مفتوحه البيبان خاصه ناديان درنا الازهار نروحوا ديالك درنا الازهار نروحوا ديالك بلا ما حسيت برك ملي جبت واحد العفسه قلت لهم مفتوحه البيبان خاصه انا عند اديان خويا العزيز انا صغير صغير مفتوحه البيبان على الاديان نروحوا نشوفوا شارع الجزائري وانتي قلنا السؤال تاعنا يقول واش هي مفردات الحب؟ مفردات الحب زعما كيفاه؟ الا ما كانش الحب الدنيا هذه الانسان ما يقدرش يعيش. ما عنديش يقول واحد يقول لك واش مامي واحد يقول علاقة إنسانية مع الإنسان مع الطبيعة مع الحياة مع المجتمع بصفة عامة ومع العالمية بصفة عامة. صغير ويغير. يعطيكم الصحة ميرسي ميرسي. الضيوف تاعنا نسرين وفيصل منيو اروحوا معنا لهنا للتحدي الاخير تفضلوا يا رمينغ نشوفكم الآن في رمينغ وش حديرونا شوفوا معنا جلطي وش حيدير عمري في حياتي ما تعلقت بوحدة ومن هرشتك قلت أنت اللي كنت عايشة في حلامي وكنت نصورك في الحاني وفي غنايا أنا تامي عبد الرحيم أنا اللي عرفتك حسيت حاجة تبدلت فيها وبديت نعرف قيمة الحياة معك
امل ان شاء الله حتى واحد ما يفرق بيناتنا ان شاء الله. اسمع هذا انا هذا هذا الفيلم اللي كان لحن الامل اللي كان فيه جلطين الحيو والفنان اللي كانت معه. اليوم عندك مليون اللي واحد تقول لي جلطي وانت راح تقول لي امل هاك واجدين؟ انا واجدين. لحن الامل في لاديان على قناتكم ميديا تي في هاك واجدين؟ يلا عبرك صح انك تبغوني يلا خرا هذه صارت سبع ليالي على جالها سبعة برك سبعة كتبتها قبل منك خير وكتبتها لك ليك سي با سوفيزون سبع ايام مي كوميم شاد به اليد سبع ليالي وانا ما رقدت ما كليت ما شربت غير نخمم فيك ونكتب في الكلمة منيح تو بيزوان دان ريجيم ما يكونش صح بينا خاطيني الحب كاع بينا صاحبي تمام في سبع ليالي وسبع سماوات واش كتبت لها؟ حبيت انا نكبر معاك حبيت انا نكبر معاك حبيت انا نكبر معاك خلقني رب العالمين ومن بعد ما على باليش الله ما على بالي ميرسي تحية مباشرة من هنا جيت عندك لاري اكابيلا يلا 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 جيت عندك لاري حبي ليك نعرف ويلا مازال نسوى عندك اتخليني حرام عليك انضريت بزاف من فارقتك قلبي مسجون بين يديك ما كاش كيفاش عمري نبدلك مازال ما لقيت لي تنسيني فيك والله مازال قلبي عندك جيت نديك ناري حبي ليك ونعرف ويدا مازال نسوى عندك خليني حرام عليك ضليت بزاف من فارقتك قلبي راه مسجون بين يديك وما تكاش كيفاش عمري نبدلك ما لقيت لي تنسيني فيك والله مازال قلبي عندك والله مازال نقسم بالله إلى نبغيك وبلا بيك كل شي دمر نقسم بالله إلى نعشق فيك حياتي ضلمة حسب راني في قبر امبوسيب نعيش بلا بيك ما قديتش قلبي تعمر يا قمر بحبك يا قمر بحبك وموت عليك وحن الحجة حملخ كمال عمري الله حملككم احنا وهما احنا وهما زوجة تفضل بون السلام عليكم لاكرونيك تاعنا اسمها احنا وهما في السوجي اللي هو الحب بون على بالك او موند اونتي كاين دي زيستوار دامور كيما باغ اكزومبل ديكابريو لعب لورو تاع جاك وروز بعد في لافان مات على جالها قيس مات على جالها عبله نزار قب ليلى عفوا ليلى كفايه ليلى صح انتر عبله المهم نزار قباني مات على جال الحب حنا عندنا في الجزائر ثاني استوار دامور كبيره اللي هي تاع جلطي بصح شني جلطي ما ماتش على جال امال دا طريحه على بالك دا طريحه وفي لافان كلا لها راسها هي اللي ماتت وعلى بالك احنا الحب احنا الحب في الجزائر ماشي في الجزائر او موند اونتي الراجل جامي يرضى بمراه واحده هذا ماشي غير في الجزائر في بارتو تروح للامريكان تلقى عنده مرته وعنده واحده اخرى ويحب مرته خير من الاخرى
تروح لفرنسا تلقى عنده مرته وعنده واحد اخرى ويحب الاخرى خير من مرته. جينا الجزائر حسن عنده مرته عنده 40 واحد اخرى ويحب امه. والحب فيه زوج حروف بصح يقدر يقلبك حلوف. كما انا سقسيت حسن قلت له حسن واش معناتها حب؟ قال لي حصله والبا بسيط. حصلته بسيط سي كاين الحب الباك اللي عيطوا له حب باسكو الحا حصله والباء بسيط سي بورسا هضرت لكم قبيل على الاغنيه تاع السيد اللي غنى قالها خرجت من عشقك براءه. هو السيد خرج من حبها براءه باسكو العشق على بالك شو تقدر تباصي مباصيه. سي فيصل المينيون جاي مينيون صح؟ ايه مباصيه ايه مباصيه. على بالك الحب تاع بكري كيما على بالك حنا في بكري بار اكزومبل كان الحب السيد ما يعرفو ما يعرفها يتزوجوا يعيشوا مع بعضهم 100 سنه نورمال فهمت. كون نجي دوك الوقت تاعنا حنا هنا دوك تلقى زوج بار اكزومبل قبل ما يتزوجوا تلقاها هي مونشيري هو مونشيري 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 بعد الزواج اشري لي اشري لي اشري لي اشري لي اشري لي اشري لي فهمت. وانا ثاني على بالك الحب تاعنا حنا فيها صعيب كيما انا واحد الخطره جيت عقب على واحد الماكازان انا ما عجبتنيش الماكازان عجبتني الطفله اللي تخدم تم. ديكلاراسيون واعرة او تلمو مليحة جيت نقول السلام عليكم قلت لها واسمك؟ قالت لي هضرت معاها فرونسي قالت لي جو مابيل فاتي لا فلور. قلت لها واش معناتها؟ قالت لي فاطمة الزهرة. قلت لها انا ثاني جو مابيل لو بير دو فوندردي. قالت لي واش معناتها؟ قلت لها بو جمعة. ولا رماركيت هو لا رماركيت في الفيلم في الفيلم تاع هذا تاع الجلطي دايرين دايرين امال توجور ملي عرفته الطوموبيل طيح لها اون بان. انا جاب لي ربي كفر قلتها مع خير هي زيد طاحت فيه زيد حبيته بصح انا واحد الخطره نهضر مع وحده في التليفون واحد الخطره نهضر مع وحده في التليفون قلت لها يا صح راني حنكوبي. قالت لي نو ما تكوبيش انت ملكي. قلت لها تما انا الطو قاري عند الباب تما انا ثور ديماري ماشي بنادم. ولا رماركيتو كاين هذه اور سوجي اور السوجي تاعنا اللي هو اور لا لوا. كاين واحد لو تشالنج هكذا طلقوه في لي ريزو سوسيو جديد تاع 10 ييرز يعرفوه شتهم يعرفوه كيما هذاك 10 ييرز تشالنج كيفاش فهمني؟ نفهمك باغ اكزومبل يجيك كاش واحد 10 سنين يجيب تسويره عندها 10 سنين وتسويره في العام هذا ويمونطيهم ويطلقهم كيفاه كان في قبل 10 سنين وكيفاه ولا. حنا جبنا لكم كيلكو فوطو على بعض الفنانين. شكون هذه؟ نوميديا. نوميديا للزول هذه في 2003 2013 تشالنج تاع 10 سنين. اعطينا الصوره اللي بعدها. أجراد يغرطا سنة 2009 2019 زيدي لي لا فوتو الأخرى. مروان قروابي مروان قروابي هذه قيلا في 2002 ولا 2003 ما شاء الله. أنا سوكين بصح صندرة دقيقة هذا تشالنج تاع 20 طون ماشي نو. عندنا ملكة الجمال رانيا في 2008 2018 الله يبارك قولوا الله يبارك الله يبارك خلنا الله يبارك. مشاهدنا الكرام مشاهدنا الكرام دراري صغار كانوا صغار صغار غير ما كانوا تحطوا في التلفزيون لانه الصوره واعره يعني لا 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 خير خير انا قلت مزيه مزيه ما عنديش تصور مزيه اعزائي الاطفال ما تخلوش الاطفال والكبار الصغار يشوفوا حسد. عاودوا لنا التصويره تاعي انا في التلفزيون هذاك سينما لا صدقيقه تاعي كنا في جروب ما ديشا كوباوها كان واحد الصوره مع واحد الممثل وهذا الكوستيم رحت نخطب فيه في السكتش في السكتش هذا الكوستيم باش نقول لك ما عندهاش بزاف هذه عندها واحد 2004 حسن حبيت نعاملك واش كنت ما قدرتش شوفوا تاع زركان ما عنديش انا Yeah.
زورغان 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 دا فيستيك زورغان 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 دونك فايف ماكاش سونيا اسمح لي اسمح لي اسمح لي دقيقه احكي لي على الشوشه واحكي لي على الكرافات راه داير هنا ومنين جات الحومه ومنين جات الفوطو بصح الفوطو هذه منين جاتك يا سلام عطيك بلي انا نسيتها اسمع منا واش با واش با واش با زعما موش منا زعما موش زعما موش زعما موش بدنا بيدخل خليك خاتم الساعه يلا يلا تروح ديريكتومون جينجل جينجل أنا قاعد البق البق ميوزيك يلا البق البق ميوزيك البق البق ميوزيك البق البق ميوزيك البق البق ميوزيك هذه في خطر مصور وقاع وليدة اتحاد العاصمة الحمد لله إلى المرحلة الأخيرة وهذه المرحلة عارف جزائري تكون حنشوفه من خلال هذا إذا قدرتوا جيبوا قال أسئلة عندكم خمس إجابات عندكم عشر إجابات يعني صحيحة وخمس إجابات صحيحة أكون بحتو لكن اللي جاوب منكم اكثر هو اللي حيربح معنا التروفي اديان 100% دي زاد الان راح تلعبوا فريق واحد ولكن الاجابات شكون راح يجاوب اكثر اذا واحد ما عرفتوش الاجابه كما يديروا لي فرونسي جي باس كون جي باس افيك الزر تعبز عليه عندكم الان واللي راح يدير اجابات بزاف هو اللي راح يكون معنا البطل لا هذوك جي باس وهذوك الزوج اتصل بساقي الصديق الان عندكم زوج دقائق وثمانية وثلاثين ثانية زوج دقائق وثمانية وثلاثين دوزيها واحد صغير مشتاح إذا المشاهدين الكرام مجدين السؤال الأول يقول شكون هو اللاعب الجزائري اللي فاز بجائزة كرة الذهبية 2018 ونجاح جيد ما هو ترقيم ولاية واتسوف 39 جيد يا سلام ما اسم الممثلة الجزائرية اللي لعبت دور شفيقة جميلة عراس جيد ما هو عدد مواسم السلسلة الكوميدية جمعي فاميلي زوج ثلاثة والإجابة صحيحة ما معنى كلمة نوميديا جزائر لا ما عرفتوش يلا نوميديا نوميديا يلا 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 وقتكم كم عدد ولايات الغرب الجزائرية نعم والإجابة صحيحة يا سلام عليك واش من سنة توفي الراحل هو هاربو مدين سبعين لا قريب 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 لا لا جيد نعم واش من مدينة جزائرية تقع كنيسة القديس أوغستين جيد يا سلام عليك اسم الأغنية اللي غناها سول كينج مع الشاب مامي قريبا رح يغنيها قريبا اسمها أغنية مامي صافي ديزاني صافي ديزاني يا سلام ما هو المغني الجزائري اللي غنى أغنية وهي الجلال الداوي حالي جمال عروسي جمال عروسي الإجابة صحيحة الأول والإجابة اللي ما جبتوهاش شنو هي ما كلمة كلمة نوميديا وهي قالت لنا نوميديا نقول لكم شنو هي يا سلام عليكم مملكة أمازيغية قلت لك تاع قبائل قلت لك قلت لي تاع القبائل تاع قبائل هيا تنادي هيا تنادي ويا جلالي داوي حالي ويا دلالي ويا دلالي يا ديالي ويا جلالي داوي حالي إذا عدد الولايات اللي تعرفوهم تسعة اللي قلتوها اللي قلتيهم تسعة ولايات
نعم تلمسان تيارت سعيده بالعباس مصران معسكر واران تمشن غليزان 48 ولايه نحبوكم ونموت عليكم. اذا عندكم 90% جزائرياتكم قويه جدا، جزائريين 100% بابا. اذا نبداو معك اختي العزيزه، واش عندك الجديد حصريا على قناتنا على ADN؟ والله العظيم انا عندي، شوف راني سي با انكور ترونشي، عندي الجديد في رمضان ان شاء الله، ان شاء الله شوفوني في رمضان، لكن جي با انكور ترونشي. يلا نروحوا ليك خويا العزيز. دل 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 جديد، جديد هذا العام. هيا ما عطيه ولي طهولي باش يشوف الكاميرا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جديد يلا يلا. نعم هو جديد. خرج نعم شد معايا الكاميرا. أول مرة حصريا على قناة نوميديا تي في. ألبوم هاشتاغ زلدل اللي سورتي دانييرمون. دونك حبي يقول هذا العام كاين لا بروموسيون تاع البوم، راح ندير ان تورني ناسيونال اي انترناسيونال. دونك فوالا في الجزائر راح يكونوا واحد قريب 12 دات اترافير لي ولايا اللي راح يعيطوا لي بيان سور. انا جامري بيان اتر بارتو مي لا غالب اون سي كو سينون سيو عبر ولايات ما تقدر تهضر. خاوتي 48 قفلوها له قفلوها له. اذا مادا بكم كاع الولايات وكاع الطرق وكاع زنقا زنقا والمغرب العربي وكاع المغرب العربي جوستومون. عندي جازا كارتاج ان شاء الله في تونس. برافو برافو ماهوش سهل. برافو. عندي مهرجان البلد في الاردن. اردن الله جورداني واي. وان شاء الله تغني في الجرش. ما كاش مشكل ان شاء الله تغني في الجرش وهذاك واش نحبوا حنا. وعندي اون تورني في الماروك ان شاء الله في قنيطره في الجديده وفي تطوان. هذه هي في شهر رمضان ان شاء الله. ولا تورني ناسيونال اللي راح نديرها je vais annoncer les dates inchallah sur ma page soit sur Instagram ou la page Facebook Jam TJAM. المينيو دائما مينيو. تفضل داري تريكسي باسكو كاين اللي على بالهم جي انونسي فيت في مي اوفيسيالمون جي انونس اجوردي اون سيري كو جو في فير هذا العام. لا سيري هذه واسمها بوب لا ستار. دونك سي لا سويت تاع دار بوب وسيزون 3 هذه راح تكون في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. برافو 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 عليك. احنا سعداء بلقائك معنا اليوم، رانا فرحانين بوجودك معنا انت وياه. انت خويا العزيز فيصل خويا، انا حبيت نسرق منك كاع جديد. يلا با كاين ان شاء الله ان كليب. اها كليب جديد. المهم حاجه عالميه شوف. عالميه وناح ندير كليب وناح ندير كليب. مازال ما ديسيديتش. رانا ندرسو. انا مادا بدون الجزائر. شوف عندي زوج، عندي واحد الغنيه بروالي كما العاده هكا تاع صيوفي والاخر وكاين واحد الاغنيه اللي هي قعدت بزاف فيها بون غنيت فيها بالفرنسي خلطت شويه راي وغنيت اون فرونسي ثاني وتمثل المراه الجزائريه. برافو درا احنا في الجزائر. فوالا سي بور لا فام الجيريان طبعا هذه الاغنيه. باسكو دقيقة دوك نفهمك دوك روح روح دوك نفهمك. دخلوها علينا غير كازاوية ومنا وشلاش وكذا ومنا دوك أنا باش نبين بلي بنات بلادي عزاز عليا درت لهم أغنية سبيسيال ليها. قولها لهم قولها لهم قولها لهم في عيد الحب هذايا 14 فيفري بنات الجزائر نحبكم بزاف بزاف وموت عليكم غرو بيزو بوغ فو. اليوم هو يوم يصادف عيد ميلاد ام وسيله مقران. نقول لها عيد ميلاد سعيد. ماما نحبوك بزاف. ربي يطول لي عمرك ان شاء الله. جوايوز انيفيرسير. جوايوز اليوم بمعنى اليوم تروفي طبعا ديما يتمد شوف 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 ديما يتمد ديما شوف 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 يلا مشاهدنا الكرام. اليوم معنا الفنان اللي كانوا معنا كل من الفنان اللي كان حضر جام اللي نحبه بزاف خويا العزيز جميل غولي وناس اللي يحبوه كاع يتكرهوا مازال عنده جديد الفنانه القديره اللي حضر معنا دائما متالقه الجميله رائعه نسرين سرقيني. وبلا ما ننسى فيصل مينيو الحنين والعاقل والهايل وتيميد بزاف راح نخليوه مع الاغنيه تاعو لكن انت غنيتها فقط لكن قول لهم باللي خبقوا في بلادكم. ايوه
حنا صوت الشعب خويا غير اغنيه مجرد اغنيه نرقصوا عليها وصاي وكي ولات هكذا قالك فيصل مينيو يحرض يا خويا غير قعدوا هنا ما تروحوش.